الحمراوة حضروا احتشدوا وأزروا واجتاحت أهازيجهم جنبات ملعب أحمد زبانة في مباراة دخلها فريقهم أمام شباب قسنطينة وعينه على الظفر بالنقاط الغالية. المباراة بدأها منصوري بهجمة أنهاها بتسديدة حولها الحارس سليمان بأطراف الأصابع إلى الركنية. بعدها لاحت فرصة لرشيد ناجي الذي راحت تسديدته جوار القائم. المولودية استمرت في الضغط الهجومي وناجي يفشل في هز شباك ليمان مرة أخرى. شباب قسنطينة لم يظهر كثيرا هجوميا ورأسية بالقاسمي لم تشكل خطرا على الحارس ليتيم. بعدها وفي الدقيقة 35 نجح جرتيل في خطف هدف التقدم منهيا صمود ليمان ومطلقا فرحة الحمراء على المدرجات. ليعلن الحكم صخراوي عن نهاية الشوط الأول بهدف نظيف لمولودية وهران. في الشوط الثاني واصل أصحاب الأرض عروضهم الجيدة فكاد غربي أن يضعف النتيجة لولا يقظة ليمان. بعدها قدم جرتيل توزيعة مضبوطة بالمقاس لتومي الذي منعه ليمان من تسجيل الثاني. رد الضيوف جاء عبر تسديدة يطو التي راحت سهلة بين أحضان لتيم. وفي آخر دقائق المباراة تحولت السيطرة كلية للمولودية التي فشلت في إضافة أهداف أخرى في أكثر من مناسبة وبقيت النتيجة على حالها إلى غاية صافرة النهاية. 3 نقاط مهمة للمولودية في رحلة ضمان البقاء وخسارة 9 للشباب الذي تجمد رصيده عند النقطة 39.